ست ثانيه سايبه الميه ترخ ترخ من الحنفيه. احنا تعودنا نشوف بعينينا الميه بتضيع كل يوم بمنتهى البساطه. ليه كده يا عم ابراهيم؟ الميه دي كلها حرام عليك والله. حقيقي ربنا يستر علينا. يا بيه رش خلي الرزق يخش مننا وعليك. همنا الرئيسي وهو الميه. الميه هي اساس التنميه. احد احد شربة ماء. مننا وعلينا مع عمر الكحكي الجمعة الساعة 8 مساء على النهار اليوم.